أصلاً كوأجيوروبس ديسمينيتد انتراماسكولار هو ديسمينيتد انتراباسكولار ايه كوجيولوس. هو ايه الفكره طبعا بتاعته؟ كلنا عارفين يعني ان هو في حاجه عملت تريجر لعمليه التجارب، بس عامله تريجر جامد، شيء جامد دخل خلى الكوجيوليشن بقى في كل مكان. طيب ايه الباسويز اللي معروفين؟ كان في واحد اسمه انترنسك والتاني اسمه اكسترنسك باسوي. على ما يبدو ان حصل تريجر للانترنسك او الاكسترنسك او الاثنين، وهذا الموضوع حدث بقوه. فكانت النتيجه ايه؟ النتيجه انه الفاكتورز اوف كوجيوليشن بدات تشتغل، النتيجة disseminated thrombi، والجلطات دي بتيجي في small microcirculation فبتعمل vascular occlusion، النتيجة organ failure. هتلاقي بقى جلطات في الكلى، جلطات في البرين، جلطات في الانتستين، كل حتة. طب وبعدين هتلاقي في الاخر الفاكتورز اوف كوأكيوليشن بقت كونسيومد. فلما يحصل لها كونسامشن هي والبليتلت هيبدا يحدث بليدنج. يبقى المريض هنا جمع ما بين ان هو عنده مشكله فاسكولار اوكلوجن وعنده بليدنج ات ذا سيم تايم. يبقى انا واحد عندي اورجان فيلير بليدنج، بس احنا بنشعر ان المشكله الاكثر هي الاورجن فيلد. تلاقي العيان بقى البرين باظ والهارت كله، فبتلاقي الدنيا بتبقى مش كويسه. طيب ايه الايتيولوجي اللي بيعمل كده؟ طبعا انتوا شايفين انه في لا اما الانترنسك باسوي لا الاكسترنسك باسوي. حتى اشهر حاجه بتخلي الانترنسك باسوي يتاثر هو الجرام نيجاتيف سيبسيس. هتشوف الكلام ده كتير قوي قوي قوي. هتلاقي واحد يقول لك ده عنده سيبسيس وجاله سيبسيميا ودخل في دي اي سي. او ان واحد تاني لو تفتكروا انتوا الاكسترنسك باسوي كان في حاجه اسمها التيشو ثرومبوبلاستين، ماده اسمها ثرومبوبلاستين، اول ما تخش الى السيركيوليشن بتعمل هذا الموضوع. وطبعا اللي بيعمل كده حاجات بقى جاينا زي حاجات في النساء والتروما، يعني مثلا الحوادث والتروما الجامده بتطلع ثرومبوبلاستين كتير. دي يعني تقريبا ايه القصه. طبعا هنا هو كاتب لك هنا انه الدي اي سي اللي هو في المربع نفس الكلام جمع ما بين المشكلتين اللي هو زي ما قلنا في اورجان فيلير وفي ايه بليدنج. طيب الدي اي سي بقى زي ما تقولوا كده في منه اكيوت وفي منه كرونيك. ايه اللي بيعمل اكيوت دي اي سي؟ السبسيس والامنيوتيك فلويد امبوليزم. ولو تفتكروا في حاجه اسمها ابرابتشو بلاسينتي اللي هي الانتي بارتم هيموريج، هنا بيقولوا البلاسينتا لما بتنفصل عن اليوترس بيطلع ثرومبوبلاستين مع حاجات زي كده يعني هذا المنظر. طبعا في كمان حاجه مهمه اللي
اللي هي برضو الار الاي بي او او البلاد انكومباتيبلتي. في بقى بعد كده الحاجات الكرونيك اللي هي على راسها انترا يوتراين فيتال ديس والحالات اللي هي الكانسر. يعني انت تلاقي الناس اللي هم عندهم تيومرز في اي مكان ممكن يحصل لهم نوع من الثرومبوفيليا ويبتدي الدم بتاعهم يعني يتجدد. لو جينا شفنا الكلينيكال بيكتشر هتلاقي الكلام هو هو برضه عمال يتكرر، انه هو ايه والله في فاسكولار اوكلوجن وفي ايه اورجان فيلير وفي بليدنج. بس هنا هم قالوا ايه بقى؟ قالك الاكيوت دي اي سي بيبقى مشكلته انه الكونسومشن بيبقى عالي، يعني تلاقي البليتلت والفاكتور اوف كوجوليشن الكونسومشن عندهم بيبقى عالي، فيبقى جاي بريزنتد اكتر بالبليدنج. انما الكرونيك دي اي سي بيبقى الفاسكولار اوكلوجن هو اللي اكتر وتلاقي البليدنج اقل. يبقى هو هنا. وطبعا ما تنساش في الكلينيكال بيكتشر مانيفستيشن اوف ذا بوز، يعني الست دي عندها انترا يوتراين فيتال ديس، الست دي انتي بارتم جدعده جرام نيجاتيف سيبسيميا، ده تروما، ده عنده مالجنسي، كل دول هتلاقي عنده ايه؟ عنده اللي هو الدي اي سي. لو جينا شفنا بقى الانفستيجيشن هتلاقي الانفستيجيشن الاكيوت والكرونيك بيفرقوا شويه، بس احنا ممكن نقول كده الاكيوت لان هو ده اللي مهم. يعني انتوا ايه رايكم؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقي مثلا البليتلت كاونت قليل، وبالتالي الفاكتور اوف كواجوليشن هتقل رخرة، يبقى البروسترومب تايم برولونج، البي تي تي برولونج، كل حاجه برولونج. الحاجه اللي مهمه قوي اللي هي الاف دي بيز، كلنا عارفين انه الدي اي سي هو تكون جلطات، والجلطات عباره عن ايه؟ فايبرين، عباره عن فايبرين. فالفايبرين الكتير ده بيخلي الفايبرينوليتك سيستم يشتغل. فالفايبرينوليتك سيستم لما يشتغل يحول الفايبرين لفايبرين ديجريديشن برودكتس، فالحاجات دي ممكن تعلى اللي هي الاف دي بيز. في زمن اسمه تي تي اللي هو اسمه ثرومبين تايم مش مهم. وما تنساش الفايبرينوجين كمان هيبقى كونسيوم. الحاجات دي في الكرونيك دي اي سي معظمها تلاقيها كويسه، بس يتبقى حاجه هي اللي عاليه دايما حتى في الكرونيك دي اي سي اللي هي الاف دي بيز. الاف دي بيز انا دلوقتي لو عايز اعالج بقى هعالج ازاي؟ بص يا عم، لو الحاله اكيوت هتلاقي الاكيوت ايه مشكلته؟ ديبليشن، حاجات ديبليتد وعمال يخر، فانا ببقى عايز اديله ايه؟ ريبليسمنت. بس خلي بالك من الريبليسمنت لازم بحرص. اول حاجه هتعملها ريبليسمنت ار بي سي، دي اللي مهمه طبعا. لكن في حاجات انا عايز اديها له زي بليتلت، عايز اديله فريش فروزن بلازما، عايز اديله مش عارف ايه. الحاجات دي تديها له بحساب. ليه؟ لانك بتضيف بنزين في النار، مش كده ولا ايه؟ يعني انا لما اديله بليتلت، طب انا بديله حاجه عشان يجلطها، فيقول لك ما تديش بليتلت الا لو البليتلت قلت مثلا عن 20,000 ما تديش. يعني مش بقى ايه ده البليتلت وطيت كام؟ لا 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 ما تديلوش بقى، لما تبقى واطيه قوي نبتدي نديله شويه. مثلا تيجي تدي مثلا اللي هو فاكتور اوف اجيوليشن، لازم البروسترومبين تايم والبي تي تي يبقوا برولونجد بقدر معين. الفايبرينوجين ما تديش للعيان كرايو بريسيبيتيت وحاجات كده فريش فروزن، حاجات زي كده فيها فايبرينوجين، الا لما الفايبرينوجين يبقى ماركتلي ديكريزد، اذروايز هو حتى كاتب لك ايه؟
فاولينز فاير، يعني انت كده بتولع النيران اكتر او بتضيف للنيران الوقود، فانت بتديله الوقود بتاعه. وبالتالي بس طبعا يعني معلش انا عايز اكتب مش عارف مكتوبه هنا اللي هي التريتمنت اوف مكتوبه تريتمنت اوف ذا تريجرنج كوز، دي اهم حاجه انك انت لازم تعالج السبب. يعني في انفكشن ويا ريت السبب يتعالج، هو بينه وبينكم دي اي سي تكنيكال. بس على فكره بس عايز اقول لكم حاجه، بس اوعى تفتكر ان الدي اي سي يعني خلاص يعني، لا في ناس بيجي لها دي اي سي فيري مايل وبيعدي، بس الناس فاهمه دي اي سي يعني خلاص مات، لا الكلام ده كان زمان. في حالات بتبقى مايلد وبتبقى سب كلينيكال وتلاقي الدنيا بتعدي معانا وتلاقي حصل شويه دي اي سي خفيف كده وبسرعه العين اتلحق، لكن لما العين بيبقى خلاص الموضوع بينتهي واحنا عارفين الترم، الترم اللي هو الوحش انا ما بحبش اقوله this is coming، يعني طبعا ده ترم الحقيقه يعني بيزعل حاجه، الواحد بدا يزعل لازم، لانه يعني في حالات الى حد ما بتعدي برضه يعني، لكن لما الموضوع كده بيبقى صعب شويه. في بقى عندك بقى الكرونيك دي اي سي، لما تيجي تعالجه هتعالجه بايه بقى؟ برضه احنا بنعالج طبعا السبب، بس احنا غالبا ممكن ندي انتي كواجولانت، بس برضه هندي الانتي كواجولانت بحساب. وممكن على فكره انتوا عارفين بروتين سي وبروتين اس ده دي ناتشرال انتي كواجولانت، ساعات بداوا يستعملوها دلوقتي في الكرونيك دي اي سي عشان يقلل شويه من عمليه التجلط والهيبارين ايضا، بس كل ده بيبقى زي ما قلنا بحرص شديد. يعني بس كده يبقى انت عندك جاست فكره، مش مهم النوتس دي اتقالت قبل كده. تعالوا بينا بقى بعد الدي اي سي، في عندنا حاجه اسمها هايبر كواجولستيريا، دي مهمه اللي هي مين؟ ثرومبوفيل. هو اللي احنا خدناه ده ايه؟ اللي خدنا احنا خدنا بليدنج تندنسي، والبليدنج تندنسي هتلاقي فيه موضوع البربرا والهيموفيليا والدي اي سي، هما كام ورقه كده عدوا على الصوابع انت هتختارهم. زي ما انا قلت لكم يعني انا معلش هقعد اكتبها لسه، اللي هي كل برانش فيه اللي هو الموضوعات اللي انت لازم تبقى قريبها. انت ما تيجي تمسك المذكره اللي في ايديك دي هتيجي بقى هتركز هترسى على 60% من تقريبا يعني، هي دي ودي ودي هي دي اللي هتتذاكر بقى الحاجات دي. طب الحاجات التانيه خلاص يعني؟ لا الحاجات التانيه دي بقى تلاقي بقى تيجي سيرتها بقى سؤال ام سي كيو رخم، يعني يبقى الراجل عايز يغتت عليك، واحد ابن لذين اصطادك في الاورال، واحد راح ماسكك في حالة كلينيكال وجات سيرة كلام. بس انما في حاجات زي ما يقولوا ايه اساسيات، بس كلمة اساسيات مش معناها تنشين، فكسحة بالنشن لا الميديس ما فيهوش تنشين، بس دي ده هيماتولوجي ما ينفعش اخش من غير دول. الكارديو لازم ده ولازم ده، دي حاجات تروح ماسكها بتلاقي الموضوع خلص يعني، فاهم ازاي؟ بيبقى بسيط يعني، بس لازم يبقى عندي باك جراوند الاصليه. نيجي بقى يقول لك ثرومبوفيليا، يعني الراجل ده بقى ايه؟ مش دمه سايل، لا ده دمه بيتجلط. طب ايه اللي بيجلط دمه؟ واحد حاجات ميديكال كونديشن كتيره، خد عندك بقى مثلا النيفروتيك سندروم، هتلاقي الناس اللي عندهم نيفروتيك سندروم بيفقدوا بروتين سي وبروتين اس والحاجات دي، وطبعا بروتين سي واس دول ايه؟ انتي واجلانت. فتلاقي الواد بتاع النيفروتيك سندروم لو جاله صدم ديس يقول لك الواد كان كويس ده نيفروتيك عادي جدا، وكنا قاعدين امبارح الواد مات فجاه ده بالمنري امبوليزم ايه؟ امال هيموت من ايه بقى يعني فجاه يعني؟ مش فاهم. الست الحامل، الحمل برضه بيخلي الدم فيه شويه ايه يا اولاد؟ برضه البريجنانسي بتخلي فيه يعني البروك اجولانت، عشان كده حتى معلش الست الحامل دي موضوع ان هي بتمشي وبتتحرك
يتحرك. انا رايي مش عشان الواد مش عارف يصمد فين والولاده تبقى سهله، انا رايي ان الموضوع اهم من كده عشان المواضيع دي، لانه مش كل واحد يعني من الست الحامل دي اللي انا ماليش دعوه بالحاجات دي، بس انا ساعات كده لما انا يقولنا ساعات يجوا من بتوع النساء كده عشان الكلى فلا بصي اهم حاجه ما تناميش في السرير، تمشي كده وتحرك في البيت، اشرب ميه، اشرب فلويدز. عشان كده برضه اقول لك حاجه، في حاجه غلط جدا بتحصل الحمل ده، انا في رايي الحامل تفطر رمضان. لا انا اقصد يا ولية افطار، انت بتعرفيش اللي محدش يعرف فينا جسمه ده عامل ازاي جوه، كل واحد غير التاني يا جماعه. انت ممكن تكوني من نوع السبتر وبعدين عندك البروكا اجلان شغاله، وبعدين ده انت في السيرد تريمستر دلوقتي، والست مثلا اوبيز ومش من النوع اللي بيتحرك وهتصوم والجو حر، وبعدين دي في تي يعني بالمودر انجليزي، هي كده دكتور يعني الحاجات دي لازم مثلا الناس اللي عندهم ديسيمينيتد كارسينوم، في ناس كتير انا اعرفهم شخصيا كان عندهم سرطان صاموا رمضان خلاص، خرج من رمضان وحياه ربنا بالمودر انجليزي على طول، لان هو عنده صروم مفيد. ده كويس ايوه انت كويس، انا صايم انا كويس. طب ماشي دي بقى المشكله، ما انا كويس اهو ومفيش بص دي مش موجود مفيش حل، انا كويس وانا مش حاسس بحاجه خلاص، هتحس بعد كده ان شاء الله هتعرف. في بقى امراض ثانيه زي البوليسايزين روبرا غيرا الاسينشال ثرومبوسايتوزيس بعض اللوكيميز، في مثلا مرض بهست، على فكره مرض بهست ده عارفين ايه بيعمل ايه يا اولاد بين قوسين لو تفتكروا ثرومبوفلبايتس، يعني ثرومبوفلبايتس. في مثلا مرض اللي هو الانتي فوسفوليبيد سندروم، يعني في امراض زي ما انتم شايفين كثيره جدا، باروكسيسما النكتورنا الهيموجلوبينوريا، كل دي امراض يعني بتعمل تلخبط في الدم. عشان كده بص الاسباب عامله ازاي، خد الاسباب الثانيه اللي هي الايه الفاكتور بروتين سي ديفيشنسي، بروتين اس ديفيشنسي، انت ثرومبين 3 ديفيشنسي، وبعدين في بقى البتاع اللي اسمه فاكتور 5 لايدن، هفكرك بيه ثاني انا قلته مره. طب انا اسال سؤال، الاخوه اللي قاعدين قدامي دلوقتي اللي هم ما حضروش بعض حصص الهيماتولوجي، ما ادراش يعني سمعتوها اصلا، ما بص خلي بالك الهيماتولوجي ده برانش دينجرس، فبليز بقى ما تعملش، اصل هو في ناس عندهم كونسبت، انا قلت الكلام المهم في الاول، الباقي بقى عادي، ما هو عادي بس انت يعني مش عادي برضه، انت اقل من العادي، انت فاكر نفسك يعني فلوطه يعني خلاص، فبليز لازم تسمع، اذا كنت انت قاعد في البيت ما تسمع، لان انا حزين على هذا البرنامج، حزين والله يا اختي صار الله ماشي. ما دي من علامات صغرى يوم القيامه اللي هو اللام وبلاء، كان في لام وبلاء، انت عيني كانك قاعد كاني في وحش داخل عليك اللي هو الامتحان، ولا حاجه انا كنت عامل في نفسي كده ليه؟ الموضوع بسيط يعني والله بسيط، بس بالراحه كده وزي الفل. خلص ايش بروتين سي واس فاكتور 5 لايدنج كان ايه بفكرك، بص بقى زي يقول لك هو بروتين سي بيشتغل ازاي، فانت تقول له بروتين سي ناتشرال انتي كوجولانت، يقول لك كويس يعني بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن لفاكتور 5، يبقى بروتين سي ربنا خلقه ايه؟ ناتشرال انتي كوجولانت، خلاص كده؟ طيب
طب بيعمل ايه بروتين سي ده؟ بيين اكتيفيت فاكتور 5، يوم يخلي الدم ايه سايل، يخلي الدم ايه سايل. قال لي كده طيب لو فاكتور 5 ريزيستنت لبروتين سي يبقى الدم هيتجلط، هذا هو فاكتور 5 لايدن. لايدن ده اسم واحد اللي اكتشفه، هيبقى كلمة فاكتور 5 لايدن تتكرر حسن. ده معلومة مهمة، معلومة مهمة جدا، وعد عليها النهاردة 15 سنة. لسه تفتكرها موضوع جديد ولا حاجة؟ ده 15 سنة يا عم. وبعدين أهميتها أنها كومن، فيه كومن دلوقتي. في ناس كده يا أولاد تاخدوا بالكم منهم، عارفين الناس اللي يجي لهم في الجراحة، في الجراحة عندكم في موضوع اسمه ثرومب فليبايت، صح؟ في سوبرفيشال، بالذات سوبرفيشال دي في ناس دايما يجي له سوبرفيشال ثرومب فليبايت ريكارنت دايما ويجي له كتير، ده ساعات بيطلع فاكتور 5 لايف هو اللي عامل فيه كده، وده مش هيتحسن الا لما يتشخص ويتعرف وياخد الانتي كواف، لان ده بيتعذب كل شويه يجي له كل بعد ده، فمرة هتقلب بمشاكل تانية. فعلى طول فانت شايف الاسباب كثيرة جدا، وانتي فوسفوليبيد بقى انتي بودي سندروم، كل الصفحة دي اكتب عليها كده الكلام ده، يبقى الثرومبوفيليا كان بي انفستيجيتد بحاجة اسمها ايه؟ ثرومبوفيليا استادي، وساعات يسموها ثرومبوفيليا جين استادي. وقلت هذا التحليل ثمنه يخش في 800 900 جنيه 1000 جنيه في المعامل الكبرى، يروح رصص لك الصفحه دي كلها محللها لك، يجيب لك سي واس وانترومبين وفاكتور 5 لايبين وانتي فوسفوليبين، كله كل الكلام ده ينزله لك باكج على بعضه. فانا ما يجي لي واد كده عمال يجي له ضغطات يقول له ايه اعمل لي ثرومبوفيليا ستادي كامل، اكتبها بس للمعمل كده، هو عارف شغله ده بزنس يعني، يروح هافف الباكو الراجل وروح عازمه للانفستيجيشن، ولاد حرامين. فاكتور 5 لايد ده لما طلع لوحده كان بيتعمل ب 1000 جنيه لوحده اول ما طلع، لانهم كانوا بيسفروه بره، ياخدوا الحاجات ويسفروها دلوقتي بيعملوها دلوقتي. يبقى ما هو فاكتور 5 لايد هو البروتين سي الذي هو ناتشرال انتي كواجولانت، بيشتغل ازاي؟ بيقيم اكتيفيت فاكتور 5، يقوم يعمل سيوله، لما فاكتور 5 يزرق معاه يبقى ريزيستنت لبروتين سي يسمى فاكتور 5 لايدن، يبقى فاكتور 5 لايدن نوع من الايه؟ التجلط بس. طب نسأل بقى سؤال كده علمي، أنا قلت لكم مرة في وسط الكلام بس عايزين نسمع الإجابة. إحنا دايماً بندي لما أنت بتبدأ الواحد أنتي كوأجولانتس بتبدأ بإيه؟ ندي هيبارين ونمشي شوية، بعد كده نحط عليه مين؟ أورال، وبعد كده لما الأورال يشتغل بالبروثرومبين تايم يبقى كويس، يعني يبقى ايه؟ اروح سهل الايه؟ الهيبارين، صح؟ ليه؟ عشان الاورا الانتي كواجولا بتاخد مده قبل ما تشتغل، مظبوط؟ ايه كمان؟ ما ده صح؟ ايه كمان؟ بس كده هو ده المشكله؟ انا قلت الكلام ده مره كده بس يعني في واحد كده رد كده قلت له طب كويس برافو وبتاع وبعدين وبتاع، خلي بالك لما يجي راجل يسألك دي مثلا ممكن ايه تيجي سيرتها فين؟ عارف لا مش في الكورة كلينيكال اكزام، ها وهتدي له ايه بقى ومش عارف ايه، فتيجي سيرة ايه؟ مثلا واحد عنده ايه اف مثلا، ها وهتدي ايه بقى يا سيدي؟ هدي له انتي كواب، هتدي له ايه؟ هدي له كذا مش عارف ازاي، طب ليه؟ تلاقي الراجل بقى ايه؟ النظام اللي بلد فيه بالظبط كده. بص يا هو البروتين سي اس
دول انتي كواجولانت وهم فايت. انا هسال سؤال، مين الفيتامين دي سوري مين الفيتامين كي ديبندنت فاكتور اوف كواجوليشن؟ عارفين اللي هو كام؟ 10 9 7 2 انتوا حافظينهم صم يعني كويس. طيب مين بقى اللي هو برضه فيتامين دي ديبندنت بس انتي كواجولانت؟ بروتين سي و اس. خلاص طيب، فبقول لك اول ما بتدي الوارفرين بروتين سي و اس هم اللي بيقلوا الاول، بيقلوا على طول قبل ما التانيين يقلوا. مطلوبه في المربع كاتبها لك، يعني اول ما بتدي البتاع ده هو الاورال انتي كواجولانت هي بتشتغل ازاي؟ الاورال ما هي مضاده لفيتامين كي، مش كده؟ مضاده لفيتامين كي بدليل فيتامين كي هو الانتيدوت يا اخوانا. فانا لما بديها بتاثر بقى على كل ما هو فيتامين كي ديبند، فتلاقي بروتين سي و اس يقلوا الاول، فالمريض يروح جايبه هايبر كواجبل ستيت. طب وبعدين اعمل ايه يا رب؟ يقول لك لا انت بتدي هيبارين في البدايه، يعمل السيوله، بيعمل سيوله على الكل ملوش دعوه. وبعدين ادي بقى الاورال وخلي الاورال بقى ياخد مجراه، ولما البروثرومبين تايم يبقى برولونجد واطمن ان الامور خلصت. يعني ايه خلصت؟ يعني كل شيء بقى على ما يرام، يعني بروتين سي و اس وكل الفاكتور اوف كواجوليشن بقت سبريس، ساعتها انا هطمن اروح ساحب. يبقى ميجي يقول لك ايه انت ليه بتبدا بالهيبارين؟ هتقول عشان هو اسرع، ده نمبر 1. نمبر 2 عشان ما اخدش الانيشيال هايبر كواجيول ستيت اللي بتحصل من مين؟ من الاورال، عشان الديبليشن بتاع مين؟ البروتين سي و اس، لان البروتين سي و اس دول انتي كواجلان، دول بيقلوا بسرعه لان هم شورت لايف سبان، فبيقلوا بسرعه قبل ما يقل الفاكتورز اوف كواجوليشن، فالبالانس يبقى مش مظبوط. ما هو ربنا خلق الانتي كواجلان في كفه والكواجلان في كفه، وسبحان الله الاثنين فيتامين كي ديبندنت. هي دي الاجابه على السؤال، عشان ما فيهاش بصراحة ولا اسرع ولا ما اسرعش. طبعا فيها السرعه وفيها بقى الحته تقول لك ايه المهم؟ ده زمان كانوا عاملينه سندروم وبتاع، وبعدين قالوا ما فيش داعي بقى نخلي السندروم ولاغوا، قال لك ما فيش داعي نكبر المواضيع، وضربوا اسم واحد كده طلع بقى هو اللي اكتشفها وقال لك انا عايز السندروم ده باسمي. بس حاجات بتبقى جامد يخش فيها حاجات، يعني يقول لك لا الراجل ده تقيل ورخم ومش هنديك البتاع. امال ايه؟ سياسه يا باشا. هتلاقي جنسيته مثلا تلاقي فيها عرق عربي ولا حاجه. هم بيتغاظوا من الحاجات. برزنتيشن، هنا السؤال ولا هكتب حاجه خلاص، كله بقى من دماغي. يا عم برزنتيشن ايه؟ ثرومبوزس في كل حته. بس اهم حاجه ايه؟ بص الكلمه ريكرنت. فانا هكتب على الشمال على طول تكتب ريكرنت فينس، او اكتب احسن ريكرنت دي في تي في يونج بيرسون. دي بروبلم، يعني انا ممكن اروح جايب لك مساله عباره عن ايه؟ ها؟ دي في تي بالمونري امبوليزم عاديه جدا، فانت تلاقي نفسك يعني بتحل ان شاء الله. ايه الدي في تي ده؟ كلام سهل خالص، بالمونري امبوليزم هضرب البقين وبتاع وخلاص. بس هو الراجل ابن الذين حط ان الدي في تي اللي جات له دي جات له مثلا لاست يير، يعني جات له مره، فهو بيطلب الايه؟ ايه الانفستيجيشن اللي هتعمله؟ وبعدين بيديك واد عنده كام؟ 25 سنه. فانت هتقعد تكتب بقى دوبلكس مش عارف ايه وبتاع. طب وبعدين؟ انت نسيت الثرومبوفيليا؟ هتلاقي الثرومبوفيليا دي موجوده في مربع في مذكره الكارديولوجي في الدي في دي، عاملها لك. اوعى تنسى بالذات في اليونج بيرسون، اذا كنت انا يونج اهو
وبتحرك وبلعب وبجري، ايه اللي جاب لي الجلطه؟ يبقى انا عندي حاجه. فتروح انت كاتب له بقى ونعمل بروتين سي واس وانثروبين 3 مش عارف ايه، خلاص كده بقيت ايه، انت خدت بالك وفهمت الموضوع وهكذا. فهمتوا يا اولاد؟ ادي بقى ده ريكرنت فينس ثرومبوز، ريكرنت ارتيريال ثرومبوزز، واحده ست عمال يجي لها ريكرنت ابورشن، خدناها يا اخويا في النساء اللي هي الانتوفوسفوليبيد والكلام ده كله. انفستيجيشن انفستيجيت بقى كل حاجه، بي دي وبي تي دي واف دي بيز. مش انت عرفت الكوز؟ مش انت عرفت ان 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 البوليسايسيميا بتعمل والاسينشال ثروموسايتوز بتعمل والانتيفوسفوليبيد بيعمل؟ ما تكتب بقى الانفستيجيشن وبروتين سي وبروتين اس، وفي الاخر العلاج وخلاص. العلاج ايه؟ انتي كوانتي بس. بس في ناس بيمشوا على ايه؟ انتي كوانتي مدى الحياه، طالما ان هو ايه؟ المرض مش يعني بيرمننت يعني. بس خلي بالك من هذه المعلومه بقى عشان تبقى عارف. احد اسباب، خلي بالك ودي نقطه يعني في دكاتره بتبقى معلمين، بس هقول لك ايه بقى، العيان اصل برضه ما بيسمعش الكلام عشان القدر هو بيبقى كده. المهم ايه؟ لما تبقى في واحده عندها سرطان، عندها سرطان وانت عايز تمنع الجلطات فيها، ما ينفعش الانتي كوانتي، لازم هيبارين. دي معلومه لازم تعرفها. اصلا الاورال انتي كوانتي ان افكتيف، وحاطين حيثيات كتير جدا. يبقى انت عارف لا، الست دي عندها ديسيمينيتد مالجنس. هتقول لي هو دكتور يعني هو ايه؟ هو الديسيمينيتد ماليج يا حبيبي، في ناس عندها ديسيمينيتد ماليجنانسي وعايش سنوات، ممكن يقعد 5 سنين كده تلاقيه قاعد يعني. وانت فاهم مريض السرطان ده، ما تروح تشوف مرضى تلاقيه قاعد عادي، الناس كويسين وبتاع. فانا عايز انا اديله ايه؟ انتي كواجلانت. يبقى انا لازم اديله ايه؟ هيبارين. يبقى انت تو بريفنت ثرومبوزس في مريض عنده ديسيمينيتد مالجنس، تدي انتي بليتلت ولا تدي وارفرين ولا هيبارين؟ بس هي دي النقطه. في بقى معلومه اسمها انتي فوسفوليبيد انتي بوديز، فانا عايزك تبقى عندي سطرين من المتشكلين عشان تقعدش تقرا الكلام ده. انتوا خدتوه في نساء صح؟ طيب بالتالي في النساء بيهتموا بيه قوي مش كده؟ عشان بيعمل ايه؟ ابورشن. بص، الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم ان شورت كده عشان تعرف. بس الاول قبل ما نكتب هقول لك الموضوع بالبلدي. دلوقتي هو العيان اللي عنده برولونج بي تي تي، احنا عندنا في حاجه اسمها بي تي بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستيك. العيان اللي عنده برولونج بي تي تي ده اللي بقى عنده ايه بالبلدي؟ المفروض سيوله في الدم صح ولا لا؟ طيب الاخ ده عنده حاجه عكسيه، ومش لازم بقى تفهم الموضوع قوي. عنده ايه؟ عنده البي تي تي برولونج، بس عنده ثرومبوزيس، حاجه كده يعني غريبه شويه. فانت تكتب عليه ان هو عنده برولونج بي تي تي بس عنده ثرومبوزز. يعني ايه ثرومبوزز؟ ثرومبوفيليا. يا خبر، ده انا لما قريت البي تي تي لقيته برولونج، قلت ده ايه؟ قلت ده الجدع ده عنده سيوله. قلت ده عنده ايه؟ سيوله. لقيت عنده ايه؟ ثرومبوفيليا. هي بقى بتيجي كده في البروبلم او الام سي كيو. ما خلاص الام سي كيو في اسئله مباشره، وفي اسئله اسمها اللي هي لونج هيد شويه. مثلا تلاقي ايه؟ هي بتبقى عباره عن بروبلم صغيره. يعني مريض عنده ريكرنس ثرومبوز مش عارف ايه وبتاع، البي تي تي برولونج انتي فوسفوليت على طول. لانه هقول لك ليه؟ انا هقول لك ليه وهي مكتوبه. بس حتى مش بص يا جماعه، الانتي بودي اللي في جسمه بيعمل جوه الجسم حاجه وبره الجسم حاجه ثانيه. دي بقى حاجات على مستوى الكيمياء، يعني لما تيجي تقعد انت بقى الجماعه بتوع المعامل، لو انت حد فيكم خد معمل، بالنسبه للبنات المعمل ده شيء راقي للفيميل.
شغل عالي ودماغ يابا انا مالي وملقوم العينين اللي فوق اللي نايمين فوق دول، انا مالي انا اجيلي السامبل احللها واكتب الريبورت وعدد التكييف والنسكافيه، وفي نفس الوقت مطلوبه في كل مكان عشان تبقى عارف وفلوس، مش بنهزر احنا. امال ايه؟ يعني في ان الدكاتره بيجوا يتجوزوا يقول لك انا عايز واحده معمل عشان تشتغل عشان تكسب عشان انا عايز اقعد في البيت، ويطلعها بقى في المعامل. ازاي؟ وفي الخليج بقى والحته دي كلها اللي عايز يسافر وينبسط بيبقوا عايزين كلهم بيبقوا في ميكس، حاجه حلوه يعني. وبعدين المعمل اصل الناس ايه؟ الناس فاهمين ان المعمل ده يعني ده تحاليل وبتاع، اللي هي كان زمان اقول لك الدنيا فتحت خالص. المهم مش هنقعد بقى نضيع وقتكم. فالمهم نقول ايه بقى؟ فهو بيقول لك ايه؟ الانتي بودي جوه الجسم بيعمل تريجر للكواجيولانت فاكتور والبليتليت بطريقه معينه. بره في التست تيوب في رياكشن معين بيعمله ان فيترو بيخلي الدم لا يتغلط. حاجه غريبه قوي. يعني ان فيفو غير ان فيترو. انا كاتب الكلام ده في الكلام بس يعني هو الانتي بودي ان فيفو ببساطه كده بيعمل ايه؟ ثرومبوزس. ان فيترو بيبرولونج البي تي تي وخلاص. بس الموضوع كيميا بقى وحاجات وبتاع. فعشان كده تلاقي الموضوع بارادوكسيكال. ازاي انا عندي بتاع ده اهو جلطات والبي تي تي عندي ايه؟ برولونج. يبقى هو ده الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. الانتي فوسفوليبيد ايه اللي بقى صح؟ هتلاقي الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم هتلاقي فيه نوعين من الانتي بودي، نوع اسمه اللوبس انتي كواجولانت انتي بودي، وفي نوع اسمه انتي كارديولايبين انتي بودي. فانت بقى ايه؟ تروح حاب بقى الصفحه اللي احنا السطرين اللي احنا كتبناهم بقى في الصفحه الثانيه، هتقول ايه بقى؟ الانتي فوسفوليبيد انتي بودي ده بيبقى نوعين، هو في منه نوعين، نوع اسمه اللوبس انتي كواجولانت ونوع اسمه انتي كارديولايبين انتي بودي. فهم اولاد لذينه بقى، يجي ايه؟ ما يجيبش سيره الانتي فوسفوليبيد، يجي يقول لك ايه؟ لوبس انتي كواجولانت. يعمل برولونج بي تي تي؟ يعمل ثرومبوزز؟ يعمل ثرومبوزز. طبعا بص في ناس بقى ايه؟ بيبقى الدكتور ايه؟ يعني حرامي شويه. يقول لك لوبس انتي كواجولانت، فالواد يقول لك ايه؟ لوبس انتي كواجولانت. يعمل بليدنج؟ لا، ده بيعمل ثرومبوزز. ده الانتي فوسفوليبيد عشان بس ايه؟ المسميات وخلاص. والعلاج هياخد ايه؟ انتي كواجولانت. بس هو النقطه ما تنسوش بقى الانتي فوسفوليبيد ده، عايزك برضه تكتب السطر الاخير بتاعه، ممكن يبقى برايمري لوحده وممكن يبقى اسوشيتد مثلا باللوبس. بس على فكره ده ليه 100 سبب، بس انت فاهم. ممكن تبقى واحده كده عندها المرض كده لوحده، او واحده يبقى عندها المرض ايه؟ مع اللوبس. طب هم قفشوا الست دي ازاي؟ لان الست دي جالها ابورشن، فابورشن فراح الدكتور ايه؟ قفشها. تعالي هنا. بس وهي على فكره وهي حامل احنا نقدر ندي. طب تفتكروا انا ممكن ادي كورتيزون للمريض؟ هو ده انتي بودي. هعمل له سبريشن. فتلاقي الست حامل، يعني في ستات كتير هعرفها يعني اديناهم كورتيزون ومشيوا على الاسبرين بلس وحياتك هيبارين كده اثناء الحمل. اسبرين هيبارين كورتيزون. وحملت وولدت وبقت زي القشطه. الاورال انتي كواجولانت هي اللي ما تتاخدش اثناء الحمل. ما تقلقوش من الحكايه بس كده خالص عادي جدا يعني. بس ما يأثرش على الجنين يا باشا على ضمان انت بالصلاه. ما تخافش. هيأثر ليه؟ ما تخافش يا واجب. خالص يعني. في بقى كمان مرض اسمه هايبرسبلينيزم. ده هيجي لكم اكتب سؤال متوقع هذا العام في الجراحه. ايه رايك؟ جه مره عندنا في سؤال في الجراحه فاحت. تقوم احسن.
تروح هكذا تخدم البطن الجراحه. شباك ده انت تخش بالك الميدس بيخدم على الجراحه جامد، بس في الباك جراوند كده يعني صدقني يخدمك يعني ان شاء الله. نيجي يا باشا الهايبر سبلينيزم يعني ايه؟ يعني السبلين فاجوسيتك اكتيفيتي عاليه وعمال ياكل في البلاد اليمنت، ياكل لك بقى في اي واحده من الثلاثه. عشان كده يقول لك ممكن تعمل مونوسايتوبينيا باي سايتوبينيا بان سايتوبينيا، بس براحتك كده. السؤال اللي انا قلته لكم مره كده، ما هو الكومبلكس كوز اوف هايبرسبلينيزم؟ بورتال هايبر تنش. ده ممكن يحصل مع الثلاسيميا، ممكن يحصل مع الميوفايبروزز، ممكن يحصل مع الليمفوما. بص يا جماعه، اي حاجه تكبر السبلين ممكن تعمل هايبر سبلينيزم. اي حاجه ممكن تعمل ايه؟ هايبر سبلينيزم ببساطه. طيب لو جيت انا عملت انفستيجيشن، انت هتلاقي ايه في البريفرال بلود؟ غالبا بان سايتوبينيا. طب ايه رايكم في البومارو؟ هتلاقي البومارو ايه؟ بروليفريت. عشان كده بص في جمله بحبها يقول لك امبتي بلود اند فول بومارو، يعني البلاد فاضي والبومارو مليان. يبقى دي هنا. لكن طب مين بقى؟ فطب ممكن نكتب كده السؤال للمره ال 15 على الشمال، عشان لو جالك في الامتحان تقعد تضرب دماغك في الحيط بقى. Differential diagnosis of pancytopenia، ده سؤال مشهور جدا. اللي هو ايه سيدي؟ اللي هو واحد بلاستيك اني، انت عايزك تكتب الترم ده امبتي بلاد اند امتي بومر، امتي بلاد اند امتي بومر، ده الابلاستيك اني. اثنين هايبر سبلينيزم، هتكتب ايه؟ امتي بلاد اند فول بومر، فول بومر. التالتة مين بقى؟ السبب التالت مين قلناه؟ البان سايتوبينيا. يجال بلاستيك انيميا، لان البي 12 والفوليك مهمين لكل خلايا الدم. ده تلاقي عنده ايه بقى؟ امبتي بلاد وميجالو بلاستيك تشينجز في البومارو. هتلاقي البومارو مليان ميجالو بلاستيك تشينجز، في ميجالو بلاست جوه الايه؟ جوه البومارو نفسه. تمام. الكرايتيريا دي مش مهم، والعلاج طبعا هنقعد ندي ايه بقى؟ يعني انت مثلا الار بي سي قليله ادي نقل دم، البليتلت قليله ادي بليت، النتروف القليله انتي بايوتيك، الدنيا باظت اسبلينيك. بس في بس نقطه، مين يفتكر مش عادي مكتوبه هنا في الانفستيجيشن اللي انا قلتها لكم مره في الاسفيروسايتوز بتاعت الكروم؟ مكتوبه اللي هي ايه؟ يجي الراجل يقول لك ايه؟ يقول لك ازاي بتعرف ان السبلين بياكل الار بي سي؟ ازاي تشخص؟ فانا قلت له احنا ما قلناهاش. طب انت تعرفها ازاي؟ هقول لك ازاي. عشان كده ساعات يقول لك ايه؟ انت ازاي تعرف ان السبلين هو اللي عامل هايبر سبلينيز؟ فانت تقول له يا فندم البريفرال بلاد بومر، يقول لك لا 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 حاجه ثانيه. انت قول له كلمه كروميوم بس، اما تقول كروميوم تلاقي الراجل ابتسم بس واسمه بقى، قول له خلاص. حاجه كروميوم يا فندم،
اللي هي ايه؟ بص يا سيدي، هروح انا واخد انا بقى شاكك فيك ان ايه؟ ان انت عندك هايبر اسبرينيزم، حلو كده؟ اروح واخد منك الدم بتاعك، اخد منك ايه؟ الدم بتاعك، واروح حاطط عليه ماده انتي كواجيولانت، اسف، اخد الدم بتاعك واحط عليه كروميوم مشع ان فيترو، واروح راجع حقن الدم فيك تاني. خلاص كده؟ الدم هيلف يلف 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 ويقعد يتكسر فين؟ في الاسبرين. فنلاقي الماده المشعه اتجمعت فين؟ في الاسبرين. تيجي الجاما كاميرا تصور تلاقي الماده المشعه الكروميوم متجمع في الاسبرين، يبقى الار بي سي راحت الاسبرين واتكسرت واتدفنت في الاسبرين. فهمتوا الفكره؟ يبقى هو ده هنا الكروميوم المشع، ودي هنقولها دلوقتي في موضوع الاسفيروسايتوزيس. بس كده في حته كمان اسمها هايبوسبلينيزم، مش مهمه قوي بس تبقوا عارفينها، اللي هو مين؟ لحسن توعوا في ايد الفطاطري بس. تعرفين دكتور فطاطري؟ بس هو هيماتولوجي، خلي بالك. ها عارفين ولا لا؟ جست هيماتولوجي يعني. طب يشرح؟ هيشرح اللي هو عاوزه، بس هو هيماتولوجي اصلا يا ابله، هو اساسي هيماتولوجي. اشرح لكم تشيست بقى، ما هو يشرح اللي هو عاوزه، لانه هو اصل الفطاطري ده معلم، معلم كبير، ده من الناس اللي هم بقى بتوع زمان اللي عندكم جامدين قوي ولا مش عارفين، ده اللي كان بيدرس. فهو لو مسكك في الهيماتولوجي هيفتقك على طول. الهايبوسبلينيزم بقى العكس، الاسبلين مش موجود. يعني ايه؟ بص، لما اجي اقول لك ايه بوست سبلينيكتو، بوست سبلينيكتو ده يعتبر هايبوسبلينيزم. وايه كمان هايبوسبلينيزم؟ اوتوسبلينيكتو، زي السكند سيل انيميا بس وخلاص. طب هو يعني الار بي سي بيبقى فيها كده حاجه اسمها هاول جولي بودي، دي مش مهمه قوي يعني، او حاجه اسمها اكانسو سايت. ايه الاكانسو سايت دي؟ الهاول جولي بودي دي اللي هي ايه؟ نيوكليير دي ريمينانت اوف نيوكليير ماتيريال في الار بي سي، هتلاقيها موجوده في بدايه البلاد فيلم، هاول جولي بودي. انما اللي مهمه الاكانسو سايت، الاكانسو سايت دي اللي هي مين بقى؟ الار بي سي امه اورون. شوفها فين يا واد يا طه كده، صفحه كام كده في ال ايوه كام دي؟ 8 صفحه 8 في ار بي سي بيقولون ايوه بيقول لك الار بي سي اللي سنها كبير يطلع لها قرون كده تعدي على الاسبلين، الاسبلين ايه؟ يقعد يقصص القرون ويعديها. فلما الاسبلين يبقى مش موجود تلاقي الموضوع ده يزيد بقى. بس طب لما الاسبلين يبقى مش موجود انا هيحصل لي ايه؟ هيجي لي انفكشن بالانكابسوليتد اورجانيزم، ميموكوكل منينجوكوكل هيموفاس. بس في عندكم بقى موضوع بتالي دخلتوه في الجراحه، بس ما يمنعش يعني كمان واحده او واحده كمان يا عم اديني على طول، انا عندي اكسترا ستول عشان اخلص، عايز اخلص عشان زهقت. خدتوا انتوا او يعني
في موضوع اسمه بلاد ترانسفيوجن ولا غلطان. فاحنا بس عندنا شويه بعض حاجات. اول حاجه عندنا ايه؟ شويه كومبليكيشن ايمونولوجيكال ايشي ار بي سي. الار بي سي انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. ليكوسايت هيبقى فيها بايولوجينيك رياكشن وحاجه اسمها فيبرايل، لان انتوا عارفين الدونر اللي هو خلي بالك انت لما بتاخد دم، انت ما بتاخد كيس دم، هو كيس الدم ده فيه ايه؟ كيس الدم العادي اللي انت اللي معروف ده هو نص لتر مش كده؟ هو ار بي سي، فيه ار بي سي بس فيه بليتلت ميته واي بي سي ميته. فانت لما خدت كيس الدم عشان الار بي سي اوكي، بس الراجل اللي هو الدونر بقى اللي هو صاحب الدم ده اهو الليكوسايت بتاعته ايه؟ ميته في الكيس، حاجه تقرف وتروح داخله فيا انا بقى تعمل لي حساسيه حاجه بقى. يعني ما تيجي تطلع ياه، فالواحد لما يجي ياخد نقل دم يا ساتر يا رب يا ترى الدم ده جاي منين؟ وايه اللي فيه يا ربي؟ بلاوي. وبعدين عندك كمان بعد كده البليتلت برضه ممكن تتأثر، هنشوف ده حالا. والبلازما بقى، البلازما بقى ايه بقى؟ دي اللي مقرفه. بلازما بتاعت الراجل، ايه رايك؟ ارتكاريا، هيجي لك ارتكاريا اهو. بص حاجه بالتكال اهو، ده سؤال، ده سؤال طبعا غيتد. يقول لك immunological enumerate بس immunological complication of blood transfusion، تروح قايل الكلمتين الهبل دول، لكن الاكثر انفكشن هي دي اللي هي نون immunological. رص بقى الانفكشن بقى فيروس سي وبي واتش اي في وتوكسوبلازما وملاريا، شوف بقى ازاي كده اهوت، وسيركولاتوري اوفرلود وايرون اوفرلود. خلي بالكم يعني ايه ماسيف ترانسفيوجن؟ يعني الراجل خد اكتر من البلاد فوليوم بتاعه في ايه؟ في ال 24 ساعة. طبعا الحركة دي بتعمل برضه خلي بالك انك انت الدم اللي انت بتاخده ما فيهوش بليتلت، فبيعمل ايه؟ حاجة اسمها دايليوشنال ثرومبوسايتوبينيا. عشان كده خلي بال حضرتك لما الواحد البليتلت عنده تبقى واطيه قوي تروح مديله انت نقل دم، بيبقى انت بتعمل له دايليوشن للبليتلت اللي هي اوريدي عنده منخفضه. طبعا نقل الدم المتكرر بيعمل ايرون اوفرلود. مين اكتر واحد في الهيماتولوجي بياخد نقل دم؟ عشان كده يقول لك ايه؟ انيميا ويز ايرون اوفرلود. هو السلاسل هو انيميك بس عنده ايرون اوفرلود من الريبيتد بلاد ترانسفيوجن. طبعا احنا بنخص الثلاسيميا ميجور. في بقى شويه ترانسفيوجن رياكشن هبله كده نبقى عارفينها، الهيموليتيك رياكشن. الهيموليسيس بيجي سببه ايه يا اولاد؟ سببه الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن ببساطه يعني، مش كده؟ طبعا هم جم بعد كده قسموا لو نشوف كده ايرلي وليت. ساعات برضه دي خلي بالك منها دي. حاجات بتحصل ايرلي وحاجات بتحصل ليت. الحاجات الليت كلها بقى ريليتد للانفكشن، وفي الهيموليسيس الحاجات الاكيوت معظمها بقى الهيموليتيك رياكشن والفيبرايل رياكشن والكلام ده. الهيموليتيك رياكشن بقى سببه انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن اللي هو الاي بي او سيستم. طبعا العيان بيجي له ايه بقى؟ فيفر ورايبر ولوين بين، وساعات بيجي له اكيوت رينال فيفر. تروح انت عامل ايه؟ توقف نقل الدم وتبدا ايه؟ تدي للعيان فلويدز، واهم حاجه ايه؟ الكالاين يورين. وممكن ياخد انتي، مكتوب انتي بايريتك ولا ايه؟ اديله انتي بايريتك برضه، لان العيان هنا بيسخن وبيترعش وحاجات زي كده، اكتبها له في العلاج وخلاص. وطبعا اعمل بقى ري جروبنج مره تانية وخلاص يعني. في حاجه تانية نون هيموليتيك في براير رياكشن، انا خدت الدم فحصل لي سخونيه وترعشت كده بس انا ما عنديش هيموليسيس، ده سببه الليكوسايت بتاعت العيان بتاعت الدونر اللي انا بقول لك المقرفه ان انا عندي حساسيه من الليكوسايت.
فطبعا برضه بتوقف وترجع وتديله انتي بايريتنج وبتاع، بعدين ممكن تديله دم، دم ايه ليكو ديبليتد. يعني ايه يا جماعه؟ في بنك الدم دلوقتي، في جهاز ابن لذين، وانت امتياز يعني. ما هو دايما اقول لهم ايه، العيال بتوع الامتياز دول ما تبقاش قاعد زي العبيط كده في المستشفى، لا انت لازم تعمل ايه، مش انت مش انت متحير في التخصص بتاعك. ما انت حيران اهو، ما انت حيران ليه؟ لانك ما دخلتش في المواضيع. خش في كل حته وشوف بيعملوا ايه. لما تخش كده وتتعايش في الاوض والاقسام وبتاع، تلاقي في مكان انت روحته هتحس ان هو ده المكان اللي انا هسكن، انا هسكن في الحته. امال ايه؟ مش بقى مش بالبرانش وحلاوته، يا سلام ده الميديسن ده فيه، لا بالبرانش. خلي بالك يعني ممكن تلاقي برانش انت بتكرهه كره عمى وتليه في الشغل وجوه المستشفى اكثر من رائع، خلاص ده بالممارسه او بالتعايش. فانتوا ان شاء الله ما تبقوا امتياز، ربنا يكرمكم. اول حاجه تعملها ايه؟ هتروح فاتح، تخش على اليوتيوب، هتلاقي اخوك بيتكلم ساعتين على اختيار التخصص، وتقعد تسمع. اسمع بقى انا بقول كل تخصص، كل بنات كذا، كل ولاد كذا، وده فيه فلوس وده مش عارف الكلام ده. هتسمع كلمتين هتاخد فكره، وبعد كده بقى تعايش، تعايش في الاقسام كلها. فمثلا البنات هيبقوا ايه بيفكروا في المعمل، تروح داخله قاعده فين؟ في البنك الدم. هتلاقي بنك الدم فيه جهاز اللي هو اللي بقول عليه فظيع بقى، جهاز يفصل البلازما والدم يخش. يعني انت مثلا انت رحت تتبرع بدم دلوقتي، حلو كده، الكيس اللي انت اتبرعت بيه بص بقى هيتعمل فيه ايه، بص هيخش المكنه، المكنه هتروح فاصله البلازما على جنب، ادي بلازما خلي بالك، وبعدين تروح فاصله الار بي سي على جنب، ادي ار بي سي واحده، الليكوسايت على جنب، ادي ليكوسايت بليتلت على جنب، خلاص. دلوقتي بقى العين ما فيهوش حكايه كيس دم كده، قال لك لا الكيس ده ما ينفعش انا اخده كده واروح مديه لواحد، اروح مديه لواحد عشان الار بي سي. طب والحاجات الباقيه؟ ما في ناس محتاج الباقي. عشان كده انت لازم تبقى واخد بالك من هذه المعلومه، فهمت بقى ازاي؟ فهم ساعات بقى ايه يقول لك النبي لو سمحت انا عايز كيس دم ما فيهوش ليكوسايت، انا عايز ار بي سي بس، انا عايز ار بي سي. بص بقى واحد يبقى بيقرف، ايه رايك في الار بي سي اللي انا خدتها دي من العيان؟ خدت ار بي سي بس. طب ما الار بي سي دي هيبقى عليها، بص هقرفك دلوقتي، شويه بلازما كده معكوكه من البلازما بتاعت العيان، صح؟ فاقول له ايه؟ عايزين ووش ار بي سي، تجيب لي كيس الار بي سي وتغسلها لي غسله حلوه في المكنه. طب ليه؟ المكنه تغسل وتروق ويجي لك الار بي سي كده بتشف وترف. كل ده شغل. طبعا الجهاز ده بملايين، فممكن برضه كام بنت كده يتفقوا مع بعض، ممكن تسرقوا الجهاز بالليل وتخرجوه من المستشفى. ادعي لي اي مستشفى خاصه مبلغ تاني. دي برضه احد الفوائد. نيجي بقى نخش على ديلي دي هيموليتيك رياكشن، اي كلام مش مهم. انما في حاجه اسمها بلاد ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري، حاجه زي كده ولا دي؟ يعني هي بس في المربع ده بيقول لك ان في ناس يعني هل نقل الدم ممكن يعمل حاجه شبه الادلت ريسبيراتوري ستريس سندروم؟ ايوه، بيسموها ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري. دي كده خدها معلومة. ادي البلاد كومبوننت بقى، بص اقرا معايا بقى كده. هول بلاد ده ما بقاش موجود دلوقتي كتير. اكتب ما بقاش كتير دلوقتي. يعني حد يقول لك ايه هول بلاد؟ لا يا راجل هول بلاد ايه؟ هتلاقي راجل ايه؟ يا ابني لا خلاص احنا ما بنعملش كده، اللي هي الحتت بقى. لكن اخد كيس دم انا، ده عشان كده كيس الدم غلي بقى، غالي. وفي ناس عايشين على البلاد دونيشن، كلنا نعرف ان في ناس كرونيك بلاد دونر بيسترزق، يعني
يعني كل اسبوعين كده يروح يبرع بالكيس. طبعا دي بتعمل مشكلة عندي عشان بياخد فلوس، عارفين كده، والكيس غالي، فبقى برضو يعني انكم مش بطال. ها؟ هو يفهم كده لما يجرب كل كيس. اه. هو الكيس دلوقتي ثمنه بيوصل في بعض اماكن 600 جنيه و700 جنيه دلوقتي. هو بيروح بقى الاماكن الغالية عشان يقول له لا انا هبيع الكيس مثلا ب 300 حتى او كده، يوم يتعايش بالموضوع. حاجة يعني بوكس يعني، ما ده بوكس. المهم يعني هول بلاد ستورد في حرارة كام؟ 4. باجد ار بي سي اسمها ايه باللغه العربيه؟ ممكن حد يقول لي اسمها ايه بالعربي؟ لما تيجي تكتب انت للحكيمه عايزين باجد ار بي سي، بتكتبها ازاي بالعربي؟ اكتب كرات دم حمراء مكدسه. تكتب ايه منين؟ كرات دم حمراء مكدسه. طب ايه ميزتها عن الهول بلاد؟ زيتها ايه؟ عشان الفوليوم، فوليوم يعني. طب مين الاثنين اللي انا خايف اديهم فوليوم؟ الهارت فيلير والرينال فيلير. يعني الراجل برضو الكلى تعبانه، القلب تعبان، مش هدي بقى هول بلاد بقى ونيل الدنيا برضو، فاهم ازاي؟ في بعد كده ايه؟ ووش ار بي سي زي ما قلت لك، انتيجينز وبتاع. لان مين اكتر شخص مهم في العالم دلوقتي انا مش عايز جسمه يبقى فيه اي انتي بوديز؟ الترانس بلانت بيرسون. لان انا زارع كليه، مش عايز جسمي بقى يقعد يكون انتي بودي. ده الانتي بودي دي تهجم على الكليه بصراحه. فانا راح مديله ايه؟ ووش ار بي سي، حاجه كده نظيفه كده، فاش بقى سوري قرف البلازما. نقل الدم بقى، سمعنا احنا عن حاجه اسمها الاوتولوجس بلاد، مش كده؟ ترانسفيوجن ده مهم قوي بقى. يعني انا دلوقتي هعمل عمليه والعمليه بتاعتي الكتف، يعني انا بلاند ان انا بفكر اشيل السبلين الحقيقه، لان السبلين عندي يعني مضايقني شويه، فانا هشيله. طب خلاص هتشيله امتى؟ انا هشيله كمان شهر. في الشهر ده انا اتبرع لنفسي بكيسين دم، بثلاث كيس دم، كل 10 ايام اسبوعين كيس كيس كيس. يبقى انا عندي في بنك الدم ايه؟ لتر ونص. حلو. طبعا انا جسمي هيعوضهم ان شاء الله. اخش العمليات، هما بيعملوا لي العمليه، هخر شويه ينقلوا لي بقى بالدم بتاعي، يبقى انا كده ما خدتش دم من بره. دي برضه حلوه. في طريقه ثانيه ان هو يوم العمليه نفسه، فرض ان انا امرجنسي، فممكن يعملوا فيا ايه بقى؟ قبل ما يفتحوا العيان يروحوا واخدين منه مثلا حسبه لتر دم او لتر ونص، ويديله في لا يا عم ما تخافش. هو بص يا دكتور ايه؟ خافش يا دكتور، كل حاجه ليها موازين. يعني انا مثلا خلاص يا عم خليها لتر، يعني لتر ما وراش، شلنا لتر من العيان قبل العمليه، رحت مديله فلويد او اديت له، في عندنا حاجات اسمها بلازما اكسباندرز، وبعدين وهو عمال يخر في العمليه بيخر هو الدم، دم مش كده؟ اروح انا مديله من اللي انا اديته له، اللي انا خدته منه، فاهم قصدي؟ دي بيسموها ايه عندك؟ بري اوبراتيف. ايه؟ طب ده في حاجه ثانيه بقى اللي هو بيسموها ايه بقى؟ سيلفج، اللي هو ايه؟ يعني ايه سيلفج؟ يعني ايه الكلمه؟ يعني ايه كلمه سيلفج؟ ايه؟ بالظبط. ان هو في اجهزه تبقى موجوده، ما تبقى العمليه بلادي، تلاقي الفيلد بتاع العمليه، خباك الفيلد بتاع العمليه نظيف، ما تخافش، فبيقعد يخر كده، فتلاقي في اجهزه تقعد تعمل ساكشن ويجمع ويروح راجع مديله تاني. كل دي اوتولوجس. عشان انا طب مين العيان
اللي مفروض نعمله حاجة زي كده الناس الترانسبلانت مثلا واحد ترانسبلانت وهيعمل حاجة معينة طب ما تيجي نعمل معاه كده بدل ما تديله بقى قرف في جسمه يطلع لان الحاجات دي بتأكسيدريت الجرافت ريجكشن طب ايه تاني من الحاجات الدم بليتلت كونسنتريت ساعبها عيب البليتلت عارف ايه بتكون اوتو انتي بوديز التعب دي بيسموها ايه دي بيسموها وريني كده كاتبه عليها في العنوان بلاد كومبوننت اند ايه برودكتس ماشي او ساعات يسموها سبستيتيوتس زي ما يقولوا جرانيولوسايت فريش فروزن بلازما الفريش فروزن بلازما بتغذي العيان بالفاكتورز اوف كواجوليشن هي بقى عباره عن ايه يا اولاد بقى ما انت برعت الدم راح واخدين الدم وفصلوا البلازما بتاعتك وحطوها في حراره ماينس 30 وشايلينها في الفريزر دي بتقعد يعني مش عايز اقول لك بس دي بتقول لك مقرفه هتدوني بلازما يا لأ طبعا الحاجات دي كلها بقى ايه؟ ما هو كيس الدم برضه ايه اللي بيغليه؟ ان نفس المستشفى بتروح عامله عليه تحليلات هيباتيتس سي وبي مش عارف ملاريا مش عارف مين عشان يتاكد ان كيس الدم ده نظيف برضه فاهم ازاي؟ امال الكرايو بريسيبيتيت بقى اللي هي ايه؟ وساعات في ناس يقول لك هو ايه الفرق بين الفريش فروزن والكرايو؟ بص الفريش فروزن هي البلازما مالها؟ البلازما مالها؟ متجمده في حراره كام؟ ناقص 30 يجوا بقى يروحوا جايبينها مسيحينها يعني ايه مسيحينها؟ يروحوا موصلينها الحراره 4 مئويه يوم يحصل ايه؟ انت تاخد بالك من حركه كده همثلها لك بس يعني مش بالظبط. لما انت ازازه الميه دي تبقى تحطها في الفريزر عشان تسعر بسرعه بيحصل ايه كتير؟ ننساها فتلاقي الازازه ايه؟ بقت تلج كله. تروح انت جاي مخرجها بره وتحطها كده شويه في المطبخ فتلاقي في شويه تلج في تلج كتير تحت وفي شويه ميه سايحه فوق. تروح انت واخد حبه الميه دول تشربهم. هم حبه الميه دول الكرايو بريسيبيتيت اللي هو ايه بقى بص سوري التلج اللي تحت هو الكرايو بريسيبيتيت يعني ايه؟ يعني هو جاب الفريش فروزن بلازما من ماينس 30 حطها في حراره 4 ل 8 ساحب ففي شويه فلويد اتكونت فوق هيرميها هتتبقى الكرايو بريسيبيتيت اللي هي غنيه بالانتي هيموفيليك فاكتور وغنيه بالفولولبران فاكتور يعني دي بس القصه ايه الفرق بين الاثنين الباقي بقى مش مهم ده ايه مش عارف ايه هيومن البومين كل ده كلام عادي ما فيهوش ايه مشكله تمام ما هي مكتوبين البلازما دي بتبقى في حدود 30 مللي اعتقد مكتوبه شوفها كده او 20 اللي ايه يا استاذه بكام يعني لا هو كيس البلازما لا مش غالي قوي طبعا مثلا كيس البلازما يطلعوا مثلا بيطلع ب 100 لكن كيس بس بصراحه استاذه معلش انا اقول لك حاجه بصراحه انا دلوقتي انا مش فاكر قوي الحكايه دي دلوقتي لانه انا ممكن اقولها لكم المره الجايه ابعدي اسوان من ساعه ما المكن ده جه بقى الكيس نفسه بيتقسم كذا حاجه فكيس البليتلت بكام وده بكام وده بكام دي الاسعار ده انا تصدق عايز اعرفها فعلا عايز اجيب السعر والله لان كان لحد وقت قريب كيس الدم ب 600 700 جنيه ده كيس الدم على بعض طب الباك ده ار بي سي بكام بقى ده ممكن عارفه ايه الباك ب 700 جنيه اي بالظبط كده تطلع هي بقى اللي بقت ب 800 الباك ده ار بي سي خلي بالك ليه لان هو كيس الدم اللي انا باخده ده انت عايز منه ايه ار بي سي فانا هديك ار بي سي ما الار بي سي مش دخلتها الجهاز واستهلكت الجهاز وناس اشتغلت هيبقى ب 700 طب والبليتلت بكام؟ هتطلع لها مثلا ب 100 وتلاقي فتلاقي الكيس ده لا مؤاخذه اتباع بمبلغ اللي هو الواد راح المستشفى وادوا له 300 جنيه ولا بالحراميه هو بايعين الكيس ب 1000 جنيه لان في كذا حاجه
هيعملوا منه كرايو، هيعملوا منه فريش فروزن، وهيعملوا منه بليتليت، وهيعملوا ليكو سايت وهربسي، كل واحده بسعر. شفت بقى يا استاذه؟ بس ارقام بقى هجيبها لك. اخر حاجه وبعدين اديك نفس صغير وهنخلص على طول. مايلو ديسبليزيا. المايلو ديسبليزيا ده سؤال ام بي سي كيو. بس هو جه عندك السنه اللي فاتت في اسئله الام بي سي كيو. انا عايزك تعرف عنه حاجه واحده، يعني كلمتين ورد غطاهم واقفل على كده، عشان حتى مش عايزك تقرا الورقه نفسها، لان هو ده كبير وام بي سي كيو. هي عباره عن ايه يا دكتور؟ اكتب كده، اكتب ان هو ايه؟ بروليفريتنج بومر ويز اب نورمال برودكتس. ادي اول جمله، لان هو جاب الام سي كيو. حتى العيال قالوا لي، الواد اسمه ايه ده قال لي برضه، فعلا انا شفته. يبقى اول حاجه ايه؟ بون مارو بروليفريتنج ويز اب نورمال برود. انا بعتبرها كده، بقول ايه؟ البون مارو بيرفص على الفاضي، يعني عادي مجهود على الفاضي. عارف عامل زي لعيب الكوره اللي عمال يجري ده في الملعب، رايح جاي مجهود جبار بس ما بيعملش حاجه. تلاقي في واحد لعيب تاني ذكي يروح واقف في حته، الكوره تجيله هو ما بيعملش الا كده. واخد بالك؟ مش عايزين نتكلم بقى. مش هنتكلم. خلاص كده. طيب الجملة التانية اكتب عليها ان هي ممكن تعمل سايتوبينيا. سايتوبينيا. الجملة التالتة ماكروسيتيك انيميا. اهو السؤال ده بيجي بقى. فيجي يقول لك ايه؟ ماكروسايتوزيس بتحصل مع المايلو ديسبليز. الجملة الثالثة ريفراكتوري انيميا. ريفراكتوري انيميا. ريفراكتوري يعني ريزيستنت للعلاج. تلاقي عيان يا عيني كده عنده انيميا مش عايزها تخف. ايه يا ابني؟ والله يا جماعة، يعني عارف انا يعني في شباب والله جالهم كده. كان في بنت انا فاكرها وكانت معانا، فبتقول لها دكتور ده انا عندي انيميا. انيميا البنت ايه ده؟ الهيموجلوبين نظام 8 و7 وعماله تاخد في ادويه. في الاخر بقى غلبوا، لما بيغلبوا بتوع الهيماتولوجي هم راح طلع البتاع دي. اخر حاجه بقى تكتب ان هي بريلوكيميا، يعني ان هي اتز بريلوكيميا. يعني بيقولوا ان هي بتقلب للوكيميا. بتقلب لانهي لوكيميا؟ اكيوت مايلويد لوكيميا. ايه دي المشكله؟ ادي يا عم المايلو ديسبليزيا ببساطه كده، عايزك تعرف المعلومات دي. يبقى المايلو ديسبليزيا البون مارو اخباره ايه؟ بروليفريت. طب البريفرال بلاد مفيش. سايتوبينيا. طب والانيميا؟ ماكروسيتيك. طب وايه كمان؟ ديبريلو كيميك. وفي الاخر العلاج ساعات بيدوا يعني علاجات زي اللوكيميا. يعني هي بتاخد تريتمنت زي اللوكيميا، وفي بقى بون مارو ترانسبلانتيشن وخلاص. انا مش عايزك تعرف اكتر من كده. بس كده. في بقى جزء كده اللي هو لا اللي هو الهيموليتيك بقى اللي احنا سيبناه، اللي هو الجزء بتاع الاطفال كده هنتكلم عليه سريعا ويبقى خلصنا. الحصه الجايه هناخد دايابيتس، وبعدين ناخد كام حصه ورا بعض كده روماتيزم، وبعدين نبدا في المراجعه ان شاء الله بعد العيد الكبير. بعد العيد الكبير ان شاء الله. او يعني زي ما تقول المراجعه انت لو جالي مزاج. لان مزاجي مش عايز يجي لي مزاج. ليه؟ ما هو كده، ما انا عندي في عين شمس كده برضه، العين نفس السيتويشن. الناس كلها مش عارف سوري، انا مش عارف ايه اللي حصل في الناس، كل الناس عامله كده. في ايه يا جماعه؟ والله. فانا بعمل ايه بقى لما بس انا هنا عشان ضيف بيبقى ليا ليميتس، هناك ماليش ليميتس. اروح واخد بعض وماشي. ايه ده؟ ايه العيال دي؟ خلاص يعني يا جماعه الموضوع بقى خلاص كده؟
ينفعش ادق. في سكيلوفيدوس كمان. ايه سكيلوفيدوس؟ ما احنا لسه هناخدها. لا مش سلاسين يا مال، لا بلاه سفيروسايتوز الاول. ما احنا هناخد من اول صفحه كام؟ 22. يا نهار. طيب